السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. معاكم محمد أشرف من قناة منح من كل الألوان، وإن شاء الله بإذن الله النهاردة أكلمكم عن منحة دراسية ممتازة جدا. بس قبل ما نتكلم عن المنحة دي، أحب أوضح لقناتنا قناة منح من كل الألوان بتعرض فرص ومنح بشكل مستمر، فارد الصفحة والقناة عشان تتعرفوا على أحدث المنح الدراسية. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب، بالنسبة لمنحة النهاردة، هي منحة دراسية ممتازة جدا في أحد الدول الأوروبية القوية. المنحة دي هتكون في دولة سويسرا، تمام؟ طبعا معروف ان دولة سويسرا من الدول الأوروبية القوية اقتصاديا وعلميا، وكل جامعاتها مصنفة تصنيف عالي على مستوى العالم. طيب، المنحة دي مقدمة من مؤسسة اسمها EBFL Institute، تمام؟ ودي طبعا مؤسسة ليها رنك عالي جدا في التعليم، وبيدرس فيها عدد طلاب كتير جدا من حول العالم. المنحة دي متاحة لجميع الدول، لو انت من دولة عربية افريقية اسيوية متاح تقدم في المنحة دي بكل سهولة بدون اي مشكلة. المنحة دي موجهة لدرجة الماجستير فقط، يعني لو انت في اخر سنة من البكالوريوس او خلصت البكالوريوس وعايز تدرس ماجستير متاح ليك التقديم، تمام؟ لكن عايز تدرس دكتوراه او عايز تدرس الليسانس او البكالوريوس بعد مثلا عايز تدرس البكالوريوس بعد الثانوية العامة فهو غير متاح، فقط الماجستير متاح، تمام كده؟ طيب، بالنسبة بقى للتمويل المقدم، المنحة دي تمويل صراحة ممتاز جدا، برغم انها منحة جامعية ولكن تمويلها كويس قوي. اول حاجة، المنحة دي بتوفر لك رسوم الدراسة كاملة بالمجان، بتوفر لك 16000 فرنك سويسري بتاخدهم، يعني دول لكل سنة دراسية عشان تقدر تدفع بيهم مصاريف الدراسة في الجامعة، تمام كده؟ طيب، تاني حاجة انها بتوفر لك السكن الجامعي بالمجان، انت مش بتدفع اي تكاليف للسكن الجامعي. تالت حاجة، ان المنحة دي، وركز بقى معايا في اللي انا اقوله دي، ان المنحة دي بيها كورس لغة فرنسية، تمام؟ كورس اللغة الفرنسية ده ان هو بيأهلك قبل ما تبدأ الدراسة تعرف على اللغة الفرنسية لانها هتكون لغة الدراسة في الجامعة، وانت مش مطلوب منك بقى شهادة ايلتس او تويفل او الكلام ده كله، او شهادة حتى اثبات لغة فرنسية. لو معاك الشهادة دي بتوفيقها، لو مش معاك انت بتاخد كورس لغة فرنسية قبل ما تبدأ الدراسة، تمام؟ طيب، كمان الدول الاوروبية بيبقى متاح فيها العمل بجانب الدراسة، وبتقدر انك تشتغل بجانب الدراسة، يعني بيحتسب ريت الساعة الواحدة بتسعة يورو، تمام؟ عشان طبعا لو انت حابب توفر احتياجاتك الاضافيه بتقدر عادي من خلال العمل بجانب الدراسه. ما تنساش ان سويسرا من دول الاتحاد الاوروبي، فانت بدراستك في سويسرا ومعاك الاقامه السويسريه تقدر انك تخش باقي دول الاتحاد الاوروبي بكل سهوله بدون تاشيره، تمام كده؟ طيب، خلينا نتكلم عن التخصصات المتاحه في المنحه دي. عندنا تخصصات عديده، عندك التخصصات الهندسيه بجميع انواعها المتاحه زي الهندسه المدنيه، الكهربائيه، ما الى ذلك، تخصصات العلوم متاحه، تخصصات الحقوق والاداب والتجاره، تمام؟ كل ده متاح برضه، ففيها تخصصات كتيره جدا. طيب، بالنسبه بقى عندنا شويه ملاحظات، ان المنحه دي ليس لها حد اقصر عمر، يعني سنك كبير صغير بتقدر تقدم عليها، مفيش ماكسيمم للعمر. زي ما قلت، لو انت في اخر سنه من البكالوريوس حاليا بتقدر تقدم عادي، مفيش اي مشكله خالص، تمام؟ وزي ما قلت، لو معاك شهاده لغه بتقدر ترفقها، لو مش معاك مفيش مشكله بتقدم بدون شهاده لغه لان بها كورس لغه فرنسيه. طيب، بالنسبه للاوراق المطلوبه في المنحه دي، اوراق بسيطه مش معقده. اول حاجه، لو انت عندك صوره جواز السفر بتاعتك بترفقها في الابلكيشن، مش مطلوبه بشكل الزامي. تاني حاجه، السيره الذاتيه او السي في بتاعك مطلوب ترفقه، وده الزامي. مطلوب منك شهاده التخرج او كشف درجات لو انت في السنه الاخيره من المؤهل الدراسي الحالي، تمام؟ مطلوب كمان خطاب نيه، تعمل خطاب نيه اللي هو بيرسونال ستيتمنت او موتيفيشن ليتر، تعمله بشكل كويس. كمان مطلوب 2 خطابات توصيه اونلاين، تمام كده؟ طيب، وكمان ما تنسوش ان في ابلكيشن اونلاين هتملاه وتحط بقى فيه تفاصيلك كلها ومعلوماتك الشخصيه وما الى ذلك. بالنسبه لاخر ميعاد للتقديم في المنحه دي هو 15 ابريل 2021، لسه معاك وقت طويل، ولكن تحاول تبدا من دلوقتي وتجهز الاشياء المطلوبه للابلكيشن، تمام؟ طيب، ما تنسوش كمان ان قناتنا قناه منح من كل الالوان بتوفر خدمات اضافيه، زي ان احنا بنوفر منح مضمونه القبول 100% في دوله الصين، بنوفر التقديم بشكل احترافي لاي فرصه او منحه انت عايزها، كمان بنوفر خدمة تجهيز الأوراق عشان تقدم بيها في أي منحة أو فرص بنفسك، وكمان خدمة التقديم على الكورسات. ولو عايز أي خدمة من الخدمات دي بتلاقي روابط جميع الخدمات في صندوق الوصف أسفل الفيديو ده، تمام كده؟ وده الويب سايت طبعا الرسمي الخاص بينا، هتلاقوا عليه فرص ومنح كتيرة جدا، فياريت برضو تصفحوا الويب سايت ده عشان تعرفوا على أحدث المنح الدراسية. طبعا دي المنحة اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة، اللي هي منحة سويسرا EBFL Scholarship، تمام؟ كل التفاصيل برضو هتلاقيها موجودة في المقالة هنا، من حيث التمويل، التخصصات المتاحة، الأوراق المطلوبة، آخر معاد، كل حاجة هتلاقوها موجودة هنا، تمام كده؟
طيب خلينا دلوقتي نشوف بقى الاعلان الرسمي للمنحه وابلكيشن ايه التقديم. هتيجي تضغط على اللينك ده اللي هو الاعلان الرسمي عشان يفتح معاك الاعلان اللي فيه كافه تفاصيل المنحه. تمام، هيفتح معانا الاعلان الرسمي وهنشوف كافه تفاصيل المنحه. طبعا في الموقع دلوقتي لما هيفتح معانا في اشياء كتير زي التمويل والحاجات دي مش موضحه هنا، تمام، مش موضحه بشكل يعني جنرال هنا، ولكن في ملف بي دي اف هتلاقي مكتوب عليه اكسلانس فيلوشيب جايد لاينز. هتيجي تضغط على الملف ده عشان تتعرف بقى على تفاصيل كتير جدا، هتلاقي جواه التمويل وكل حاجه. تمام كده، فالملف ده هتلاقي فيه كل التفاصيل، ده هنا الملف كل التفاصيل برضو هتلاقيها هنا، من حيث التمويل المقدم من الجامعه، الشروط، المتطلبات، ملف بيشمل كل حاجه وكل صغير وكبير عن المنحه دي. تمام كده. طيب دلوقتي عرفنا يعني الاعلان الرسمي وشفنا تفاصيله، دلوقتي خلينا نروح نشوف ابلكيشن التقديم. تمام كده، هتيجي تضغط على كلمه قدم الان دي عشان يفتح معاك ابلكيشن التقديم. هو ابلكيشن مش صعب، ولكن لازم تمشي كل مرحله يعني بالترتيب بتاعها وتكتب كل شيء مطلوب في الابلكيشن. تمام، طيب الميزه بقى في الابلكيشن ده ان هو باللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه، يعني اللي عايز ان هو يملى الابلكيشن باللغه الفرنسيه متاح، واللي عايز يملاه باللغه الانجليزيه برضو متاح. تمام كده، طيب خلينا نعمله مثلا باللغه الانجليزيه، تضغط على كلمه انجلش دي. طيب انت كمستخدم جديد لاول مره داخل على الابلكيشن، لا عندك لا ايميل على الموقع ولا عندك باسورد، تعمل ايه؟ اول حاجه بتروح عند كلمه اوكي دي عشان تعمل كرييت بيرسونال اكونت. تمام، تضغط عليها عشان يعمل كرييت نيو يوزر. طيب هتكتب الايميل بتاعك هنا، تحط الباسورد، تعمل كونفيرم الباسورد، بعدين تضغط على كلمه اوك عشان كده ينشئ لك اكونت على موقع المنحه. تمام، طيب انشان الاكونت، ترجع تاني لجزئيه اللوجن بقى هنا، تمام، وتحط الايميل بتاعك اللي انت انشاته وتحط الباسورد، بعدين تضغط على كلمه اوك عشان يدخل معاك للابلكيشن. تمام كده، طيب لما هتضغط على كلمه اوك وهيدخل معاك للابلكيشن هتفتح لك الصفحه بهذا الشكل. ركز بقى معايا كده، مطلوب منك حوالي 8 سيكشنز. تمام، كل سيكشن من دول لازم تملى الاشياء المطلوبه فيها. اول حاجه عندي هنا البيرسونال انفورميشن، معلوماتك الشخصيه. هتلاقي بقى طبعا كاي منحه عاديه معلوماتك الشخصيه، بتحط بقى بتحط البيانات الشخصيه بتاعتك، بتحط بيانات الدوله اللي انت مقيم فيها وجنسيتك، بتحط بقى يعني كافه التفاصيل عنك، تاريخ ميلادك والحاجات دي كلها اللي هي البيانات الشخصيه المعروفه في اي منحه. تمام، تاني جزء اللي هو الاستاديز، اللي هو بقى المؤهل الدراسي بتاعك اللي انت خلصته او اللي انت بتدرسه حاليا، اللي هو البكالوريوس. تمام، لازم يكون عندك الباشولر او في اخر سنه من الباشولر ديجري. تحط بقى بيانات المؤهل ده من حيث الليفل بتاعك، انت مستوى كام او في السنه كام من الدراسه. طبعا لو انت بتدرس لسه هتكتب السنه الاخيره، لو انت خلصت بتكتب كام سنه دراسيه اخذت في المستوى ده، تكتب المؤسسه اللي انت درست منها اللي درست فيها يعني، والدوله اللي انت اخذت منها الدراسة. تمام، اللي هي سواء دولتك او في دولة اخرى، بتكتب طبعا معدلك التراكمي، كل التفاصيل دي بتحطها. تمام، طيب بعد كده بتخش على كلمة بروجرام. بروجرام ده اختيار البرنامج اللي انت عايز تدرسه في المنحة، تقدر انك تختار ماستر بروجرام، شوف بقى ايه البرنامج المتناسب معاك وتقدر تختار اي برنامج من البرامج دي. تمام كده، طيب بعد كده بتخش على اللانجويجز، اللغات، وهنا بتحدد مستواك في اللغة الانجليزية واللغة الفرنسية. تمام، لو انت بتعرف فرنسي بتكتب مستواك، لو بتعرفش خلاص بتحط عليها يعني مستواك ضعيف او نان، دي ان انت ما عندكش اي معرفه باللغه. اللغه الانجليزيه برضو بتحط مستواك في اللغه الانجليزيه، وبيقول لك مش مطلوب منك لا تويفل ولا جي ار اي سكور بشكل الزامي، اهو مش ماندوتري يعني مش الزامي، ولكن يحبذ، ولكن هو مش الزامي، ممكن تقدم عادي بدون شهاده لغه. تمام كده، واضح. طيب بعد كده بتخش على سيكشن التوصيات. التوصيات هنا بتحط طبعا بيانات اتنين توصيات او تلاتة. تمام، هم كاتبين ان يعني الماكسيمم يكون اتنين، او مش الماكسيمم، المينيمم اقصد يكون اتنين، يعني ممكن تحط بحد اقصى تلاتة، وممكن المينيمم او الحد الادنى هو اتنين. تمام كده، طيب طبعا بتحط بيانات كل استاذ جامعي او شخص هيعمل لك التوصية، سواء استاذ جامعي، شخص صاحب عمل، ما الى ذلك. بعد كده بتخش على الابلود، سكشن الابلود، انك بتحط يعني الاوراق بتاعتك بقى، الدبلومه، ترانسكريبت، لو عندك شهادات لغه بتحطها، بتحط السي في بتاعك، بتحط خطاب النيه، لو عندك اي شهادات داعمه بتحطها، كل الاشياء دي بترفقها. تمام، طيب بعد كده بتخش على الفيلوشيبس، اللي هو بقى انك بتختار انك عايز تقدم للمنحه. في الجزء ده بتعمل اهو ان انت بتطلب ريكويست للابلكيشن بتاعك عشان يكون اي بي اف ال اكسلانس فيلوشيب سكولر. تمام،
طيب فهنا بيوضح لك كمان تفاصيل المنحه، المنحه دي هتوفر لك ايه، وانك عايز تنضم للمنحه فتختار الجزء ده. بعد كده اخر جزئيه اللي هي الفاليديشن، خلاص بقى مرحله المراجعه للابلكيشن بتاعك، كل حاجه انت كتبتها وبتاكد بقى كل الاشياء تمام، وان كل المعلومات اللي انت حطيتها في الابلكيشن صحيحه. في حاجه ان التقديم في المنحه دي بيحتاج رسوم ابلكيشن، يعني بعد لما انت بتملى كل ده لازم تدفع رسوم ابلكيشن عشان بيان الجديه، لان في ناس ممكن تخش تملى الابلكيشن وهي مش مهتمه، والمنحه لما تيجي تراجع تلاقي ناس كتير مقدمه مش مهتمين مثلا او مقدمين غلط، فعشان كده لضمان الجديه هما بيطلبوا رسوم ابلكيشن. رسوم الابلكيشن دي نقول حوالي $167 تمام، لازم تدفعهم، والابلكيشن بتاعك مش هيكمل بدون الرسوم دي، وده الزامي، والرسوم دي غير مسترده زي ما انا قلت ضمان الجديه. وعايز انوه على حاجه، كل لما المنحه بيكون فيها رسوم ابلكيشن كل لما عدد المتقدمين بيكون اقل ففرصتك في القبول بتكون كبيره تمام. ليه؟ لان لما منحه ما يكونش فيها رسوم ابلكيشن بتلاقي ناس كتيره جدا بتقدم، لكن لما انت تختار منحه مثلا يكون فيها رسوم ابلكيشن ومش ناس كتيره هتقدم ليها، فانت فرصتك في القبول هتكون كبيره. فهمت قصدي؟ فدي برضو حاجه كويسه، ما تعتبرش حاجه سيئه ان منحه يكون فيها رسوم ابلكيشن قد ما هي حاجه بتزود من فرص قبولك انت، لان ما بيبقاش في متقدمين كتير ما بيبقاش في منافسه كبيره. فهمت قصدي؟ طيب فيبقى كده احنا شرحنا الابلكيشن، الابلكيشن بسيط مش معقد، كل سيكشن من دول لازم تملاه على حته تمام. طيب كده كل المعلومات شرحناها، ما تنسوش ان احنا بنساعد على التقديم بشكل احترافي لاي فرصه ومنحه انت عايزها، لو عايز تقدم من خلالنا على المنحه دي برضو متاح، ورابط خدماتنا الاضافيه اللي فيها كل التفاصيل والتقديم على اي منحه وتوفير منح مضمونه القبول في الصين بتلاقوا من هنا، ممكن تملاوا الاستماره بتاعتها ونتواصل معاكم ونجهز لكم الخدمه اللي انتم عايزينها تمام. اخر ميعاد للتقديم هو 15 ابريل 2021، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول ليكم في المنحه دي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.